من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا، هذا الذراع من رأس الأصبع لعند الكتف، تقربت إليه باع عن الباع، تفرد إيديك للآخير، ومن رأس أصبعت اليمين لرأس أصبعت الشمال، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه باع. شايفين إيدين شلون هلا مفتوحين؟ فهذا اسمه الباع. وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. فهذا من باب ضرب المثال، الله عز وجل ليس بعيد المسافة حتى يتقرب إليه بالهرولة، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالقرب ما بالركض ولا بالخطوات، التقرب بالفكر، التقرب بالحس، التقرب بالحب، التقرب بالذكر، التقرب بمحبوباته من الأعمال، بالتنزه والترفع والتباعد عن كل ما لا يحبه ولا يرضاه، ما بأعمال الجسد ولا بأعمال المال، لا، بأعمال القلب وأعمال الفكر. فكرك ما بدك تفكر إلا في محبوباته، إلا في مرضياته. فكرك إذا فتشنا عليه نجد عنده، مع أحبابه، مع أوليائه، مع الأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها. فهذا التقرب، واسجد واقترب، ما واسجد بس، اسجد بجبينك، بأعضائك السبعة، الجبين واليدين والركبتين والقدمين. في ناس بيسجد وبيرفع إجريه، هذا سجوده ما صحيح، هذا سجوده الجسدي. أما في واحد بيسجد بجسده لكن فتش على قلبه، لا بشوفه لا بالجامع ولا بالصلاة، يا عم يبيع، يا بالمحكمة، يا رافع دعوة، أو مع مرته، أو عند الدكتور، أو بالوظيفة، ما مع الله، هذا ما اقترب ابني. واسجد واقترب، ونحن أقرب إليه منكم. فالقرب إلى الله، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. مقدمة الأمور تحب من تحس به مما له حالة قرب مع الله. أحاسيسك الآن أحاسيس حيوانية، بتحس بعينك الأشياء المادية، تسمع بأذنك الأصوات الهوائية، بتلمس بأصابعك المسائل البدنية، فبدي يصير لك حس بالأشياء الملكوتية الربانية الغيبية. فبدك حاسة جديدة التي هي القلب. القلب لا تنال القلب إلا بمادة الذكر،